اهلا زينات، غبرت عليك اختي ياكو. اش كتعاودوا لاباس عليكم؟ كدايرين مع الصحه؟ كندوزي رمضان، بنات رمضان مابقى فيه والو، بقات غير هاد السويمين عادي. شنقول لكم ان شاء الله تدوزوها بالصحه وسلامه وطول العمر يا ربي امين، نتوما وليداتكم وكل عزيز عليكم، والله يعطيكم ما كتمنوا يا ربي امين في هذه الايام المباركه. البنات راه ما كاين والو في الدنيا، راه حنا كنخربقوا والله العظيم، راه ماشي مع الدنيا. كاين اللي مشى مع الدنيا خلاص. لا البنات والله العظيم راه ما كاين غير الله والموت، ما كاين والو. راه شوفوا، نديروا الديور، نديروا الذهب، نديروا المشاريع، نديروا القرينه الكحله، ولا بد هذاك النهار انسان يديرها زوينه في الحياه، ما يديش ديال الناس، ما يهضرش في الناس، ما يعيرش الناس، ما يظلمش الناس، ما يلاقيش السلوكه ما بين الناس. راه اي حاجه كنتحاسبوا عليها، وراه ما كاين غير الله والموت. شكرا كاع الاخوات اللي سولوا عليا في الانستغرام، اللي اختك ما رسلت لي اوديو، اللي ما كتعرفش تكتب مسكين صيفطات لي. المهمات اختي كيدوزوا يسولوا عليا، اللي اختكم الله يكبر بكم، معايا المهمات بزاف كيتقولوا لي بنتي. شنقول لكم؟ الله يعطيكم ما كتمنوا في خاطركم، الله يخلي لكم صحيحتكم يا ربي امين. ما غبرت عليكم، عرفوني شي حاجه ماشي تاليه. شنقول لكم الغزالات؟ انا كنت كنصور لكم نهار الجمعه، نهار الجمعه كنت خارجه باه كنصور لكم. تصوروا جايه باش نصور معكم في طيرتك النهار، شكنو كنت كتجابده الدجاجه بغا نحمرها معاكم. المهم بغا نصور معكم في طير كيف ما هو، كيف كنشارك معكم ديما. وشكرا للاخوات اللي كيصيفطوا بحال فطوري والشهيوات اللي كندير وكيبارطاجيو معايا. شنقول لكم؟ راه عندي خواتات، انا عندي خواتات وعندي ميمات اللي كيبغيوني بكل حب، كيبغيوني بكل داك خالي، داك اللي كيبغيو غير يدخلوا عندي كيبرقوا، لا كيبغيوني، كيبغيوني. خلي الناس اللي باغينا يبرقوا يشوفوا، هذوك ما داخلين يبرقوا، ما كيتفرجوش حتى في الفيديو كامل. كنهضر على المحبين ديالي، الاخوات اللي اختي ما كيعرفونيش وبعادين عليا وكيبغيوني بواحد الحب، واحد الحب. باش نقول لكم الله يخليكم عليا والله يكبر بيكم. ما غبرت عليكم، عرفوا زهره راه كاينه شي حاجه ماشي تالهي، الحمد لله. البنات نهار الجمعه كنت قلت لكم كنصور معاكم، تجاتني واحد الخبر اللي خايبه لصراحه العائله كامله وخاصه الرجل اختي. البنات شفتوا المنتدى؟ كنت حطيت لكم واحد الكسيده اللي خايبه، راه دايروا تشوف تي في، واحد الكسيده اللي مات فيها الاخ ديال الرجل اختي وفي بن سليمان. وانتم عارفين بن سليمان، كنت صورت لكم واحد العرس في بن سليمان، دوزتو مع هاد الناس هادو اللي الله يعم الله يهم الدار. وهاد الانسان اللي مات حتى البنات، مات خوه ومرتو، غادي غير يعزيو وماتو، راجل ومرتو، وخو راجل اختي ومرتو. عرفتي شحال صعيبه ان يموت لك الاب والام ديالك في نهار واحد يا البنات، وتجيك شي خبر بانهم باقيين صغار والام باقا صغيره. عرفتي انا مبغاش تحيد ليا من بالي، والله العظيم البنات كنكون بحق البركة ما كتحيش من عينيا، ما كتنساش لي ديك الخلقه باقا صغيره وخلات وليداتها باقيين صغار. ويا ربي عرفتي شحال صعيبه، عرفتي بقى فيا راجل اختي، والله تبقى فيا واحد الانسان. راجل اختي هذاك اللي ساكنه معاه في المغرب، هو اختي خايده البروميان وانا خايده الدوزيام، اللي هو دريويش وعزيز عليه خوه. عرفتو خوه كيبقى يضحك معاه، خوه كبر منه، مات هو ومرتو في هاد الكسيده هادي، ما شاطوش يا البنات، غادي غير يهزيو صدقوا ميتين. طاكسي، مو الطاكسي اللي عاش، هما بربعه ماتوا، الراجل ومرتو وخو راجل اختي ومرتو. عرفتوا شحال صعيبه، شحال صعيبه، شحال صعيبه، شحال صعيبه. راه عرفتوا وديك هذيك خلقه الله اللي ما تنساش لي خوه، ولكن هذيك الانسان اللي ما واش نقول لكم، عرفتوا درويشه وتاخو درويش وضحوكي وعزيز عليه الضحك. عرفتوا حتى كانت صابرين صغيره يقول لي انتي ماك، هي مريضه اليوم، انتي ماك ما تخلعيش عليها، انتي ماك ما تخلعيش عليها. ما ثم ننساهمش، ما ننساهمش، وباقيين صغار ومورا بقى عايشه. عرفتوا مورا الصدمه، صراحه صدمه صدمه. راجل اختي ما نقولش لكم بقى فيا، خو كبر منه وعزيز عليه خو، راه بحال بواه. صدمه 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 البنات. اش كنقول لكم؟ طلبوا السلامه، وراه ما كاين والو في الدنيا برا من بنادم، راه غير كيخربق والله العظيم البنات. الله يصاوب، الله يصاوب.
هادشي علاش غبرت عليكم صافي، مابقاتش عندي هاد 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 يومين هادي البناء هاد الايام هادي. ما المهم هاد هاد الصدمه مابقاش، وخاصه قلت لكم مرت خو راجل اختي اللي مابغاش تنسى لي حيت باقا صغيره، عرفتو من الكوزينه عرفتو ملي تمشي دير عليك فحالاش. ولكن البنات مشاو بعدا في ايام مباركه، الله يرحمهم ويوسع عليهم، ودعيو معاهم بالرحمه البنات، نبغي جميع متتبعاتي يدعوا معاهم بالرحمه. هادشي علاش غبرت عليكم البنات. صافي ما بقاتش عندي كاينه بحال التصوير نصور الطبلاء ولا، وراكم عارفين هادشي علاش غبرت عليكم اختي. صافي كيطيح لك شي صافي كتملي والله العظيم، كتقولي يخ من الدنيا وما فيها، والله العظيم كيشوك شي ظروف اللي ما كيتغزالات. ودابا غندوز، قبل ما ندوز نشارك معكم البقلاوه، البنات صابرين كانت المهم كتمشي لدوبوسكولا، وقالوا ليهم الاستاذات اللي تما كان كيعلموهم جيبوا لنا اختي داكشي ديال رمضان. درت لي شويه الشباكيه وشويه البقلاوه وشويه البريوات، اختي وحماق وعلى البريوات، خاصه واحد السيده قالت لصابرين ضروري جيبي لي البقلاوه، قول ماما كدير لي البقلاوه غنوض نديرها دابا. هي ساهله راه بزاف كتوجديها، ما فيها لا تماره لا والو، وكتجي لذيذه. زكريا قال لي عجبتني واعره واعره، هي دي حسن من الشباكيه. قلت لا 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 دزتي فيه حسن من الشباكيه، كتجي واعره البنات ديروها بحق وليداتكم حتى العيد ولا المهم راه حتى في الايام العاديه ماشي بالضروره رمضان. المهم الغزالات فراسكم، زكريا قال لي نقصي شويه من المونتاج، نقصي شويه من التصوير، نقصي على حساب العوينات. كنت مشيت درت فيزيتا وقالوا لي شويه، المهم نقص لي شويه الشوف. انا كنت كنشوف تبارك الله، يعني ما عندناش حنا مشكل في الشوف الحمد لله، جينا لبا ما عندوش، اما امي مسكينه عندها مشكل في الشوف، اما جينا لبا تبارك الله ما شاء الله كنشوفو مزيان. ولكن من راكم عارفين مع التصوير ومع المونتاج ومع حتى كندير المونتاج من قريت التعاليق وراكم عارفين بحال نقص لي شويه الشوف. اي يا اختي، ايوا اختي قالك ضروري خاصك ديني نضيدرات، واخا ما عرفتش واش نولفهم ولا ما نولفهم. المهم مشيت بعدا خديت هادو، والله جاوني ديال الكارانسيه ديال هادو ديال الشمس، عرفت نضر ديال الشمس راه مهمين، خاصه دابا كتعود الشمس البنات، عرفتوا اللي عندهم مشكل ديال التجاعيد في العوينات البنات راه كيحميو نضر، راه كيحميو البنات العوينات وكيحميو لك حتى ما يبقاش عندك التجاعيد هنايا. وشوفوا تبارك الله ديما الكارانسيه خلصوها، انا كنت كنصحاب غير الجاج، اجيبوا لي غير الجاج ساعه جابوا، لنا حتى الويديات، لا ديال زكريا ولا ديالي، جابوا لنا حتى الويديات. شوف شوفي يا اختي جابوا حتى الويديات تاعهم. ودابا حيت باقيين عندي جداد، الحاجه اللي خديتيها غاليه راه كتحافظي عليها، والله العظيم راه باقيين عندي جداد. شافهم ايوب قال لي راه باقيين عندك جداد، ولكن كنحافظ عليهم ما كنعطيهمش الحكيمه، كنحاول نعليهم نحطهم في بارتي ما نحطهمش على على الدجاجه باش ما تشرطش ليا. ايوا المهم مشى زكريا صوب ليا نضيدرات، الله يحفظو الله يخلي لي صحيحته، الله الله يكبر به. قال لي لنا الله نمشيو نديرو شي نضيدرات يكونوا زوينين، وعند هادو نيت هو مشيت صوب نضيدرات، طلعوا عليا شويه غاليين لان البنات درت هادي اختي ديال براده، يبغى تعاودوا تشوفوني قايد خدي شي حاجه اللي زوينه وتعجبك باش تبقاي ديريها ماشي تعودي مالها. ايوا خصك تخيدي هادو البنات، ايوا اختي غتعاودو تشوفوني شويه بن هادو بنضيدرات. عزلت هاد الشكيل هذا وهذا البنات عزلتو، على الجو غاليين خديتهم غاليين دجاجه، حيت في الشمس كيعودوا لون ولداخل لون، واش فهمتوا البنات؟ ملي كنخرج للشمس كيعودوا كحلين، ومني كندخل لداخل كيعودوا بيضين بحال دابا لداخل، اما الا خرجت للشمس كيعودوا كحلين. ايوا اختي درتهم شويه، تقول لي درتيهم شويه كبار، ولكن البنات على حساب درتهم كبار لانهم حتى ملي كتخرجي كيعودوا كحلين كيبانوا زوينين. هذا الشيء اللي كاين البنات، هادو واخا شويه باقيين كيجيبوا لي شويه الضو، واخا اختكم ما مولفاهمش ولكن خاصني نولفهم. هذا الشيء اللي كاين الغزالات. المهم هادو بحكم اني اكثريه من ثاني منين نبغي نخدم المونتاج منين نبغي نصور هذه تقري تعاليق ديريني نديرهم. ايوا نوض اختي ان نوجد معكم البقلاوه وانتم معايا، يلا خليكم معايا الغزالات.
البنات ودابا غندوز نشارك معكم البقلاوه. المهم كيف ما كتشوفوا عندي هنا اللوز البنات اللي شديته هنا مقلي وطحنته. البنات ماشي طحنته غير هرمشته. عندي ملعقه كبيره ديال القرفه كبيره البنات لان القرفه كتعطيها واحد النسمه زوينه. هنا عندي البنات واحد جوج ملاعق ديال العسل. ما بغيتوش ديروا العسل ديروا السكر الكلاسيك ديروا، ولكن العسل كيعطي واحد النسمه واعره البنات وكتجي هذيك المعيلكه هذيك الحشوه معيلكه. هنا عندي المزهر البنات هو غديروا منه واحد ملعقه كبيره البنات ديال المزهر. صافي ونخلط كيف ما كتشوفوا هاد العناصر هذه. البنات اللي بغيتوا ديروا البيستاج بهذه الطريقه ديروا البيستاج، ولا عندكم اللوز ديروا اللوز احسن. المهم المهم كيبقى اختياري اختي وعلى حساب اللي عندك متوفر. صافي هنا كيف ما شفتوا غناخذ الورقه ديال الفيلو. درت هنايا الزبده والزيت اللي ذوبت الزبده ذوبتها في شويه الزيت. صافي هنا كيف ما كتشوفوا البنات كندهن الورقه كندير جوج ورقات كندهن الاولانيه وكنزيد ندهن حتى الثانيه كيف ما كتشوفوا الغزيرات. صافي هنا كنشد الحشوه كنهزها وكنديرها هانتوما بهذه الطريقه هذه. راه ساهله يعني ما كتحتاجيش شي عود اللي تخدمي بيه ولا، ساهله وكتجي واعره، ولكن راه كتجي واعره فن فن البنات كتجي لذيذه. صافي هنا كيف ما شفتوا غنكمل بهذه الطريقه وغندخلها للفران البنات. كنديرها الفران ديال الفلكا ديال الغاز كنخليها الفوق وشويه كنهودها. صافي نقولوا كنخليها تقريبا حتى كتحمر ليا الفوق عاد كنها. المهم كنحاول تقابل ياسين وتحرق لك شويه كنهودها لتحت بالزربه كتحمر ليا. صافي كنخرجها البنات ومني كتخرجيها سخونه ضروري ديري لي عليها العسل البنات سخونه. كيف تخرجيها من الفران ديري عليها العسل من الفوق حتى تشرب هذيك العسيله. والتزيين راه كيبقى اختياري، انا زينتها بالبيستاج نتوما كيبقى اختياري بالنسبه للتزيين. صافي هانتوما البنات كنشد جوج ورقات كيف ما شفتوا. الطريقه راه ساهله وبسيطه وفاش زوينه هاد البقلاوه انها بالزربه كتوجد ما كتاخذش وقت كثير. صافي هنا كيف ما شفتوا هذيك الزبده والزيت ضروري ما تدهنوها من الفوق وكتقطعوها البنات على الحجم اللي باغيو نتوما باغين نتوما ضروري تقطعيها من بقى ما دخلتيهاش الفران. صافي ومن بعد ما كتخرجيها اختي كترشي عليها كتكبي عليها العسل وكتزينيها. انا زينتها هنايا بالبيستاج وتزيير كيبقى اختياري اللي عندك، ولكن راه كتجي معيلكه البنات وكتجي شهوه منها. وهنا غنحبس معكم اختي الفيديو ونقول لكم تهلاو في ريوسكم وشكرا لكم واللي خديكم عليا كان اللي كيسولوا. قبل ليكم والله يحفظكم البنات. السلام عليكم غزالات ديالي.